بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقون وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها
النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا ولا تطع الكافرين والمنافقين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى وكفى بالله وكيلا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا
لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ووالد وما الإنسان في كبد. يحسب أن لم يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الفاتحة. اللهم أجرني من النار. سبحان الله. سنیا بے قرآن سنیا بے تو پتہ ہے میں
ਹੁਣ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਲੀ ਅਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਨੋ ਕਿ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕਈ ਕਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਵਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਵਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ 14 ਇਮਾਮ 13 ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਏ ਸਨ ਨਾ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ ਨਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਬਲਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا هيك امام بڑے امام حمزہ بس 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 یہ کئی امام نہیں پڑھیا حاجی صاحب ہن کو پکئی ودے تو کو فات کو کف اگر بیا پڑھت بہت گناہ ہے جرم امام دا پتہ گئے نہیں راوی دا پتہ نہیں بہت جرم بہت گناہ ہے حاجی صاحب یہ پکئی ودے کو فات کو کف وا تو سا والا ایں نہ پڑھو تھا پتہ اللہ سیں دی ونن یا بندن یا گنا بود و یا نستعین ولا نہ دل سرا نہ پڑھو سخت گناہ ہے سمجھے وے إياك نعبد وإياك نستعين تولا نوح نستر غلط ٹھیک ہے وے کیا پڑھ دے اکب چھڑا کہ نوح نستر اگر ایویں پڑھ دے نوح نستر گناہ ہے پتا وے ہم دے وصلی وست کرامنی گر ویسے والتا پڑھے گر پتا کرنے میں کوئی فیدہ کرنے ہم تو گناہ ہے این وقت تک مثال حاجی صاحب دیو گال پکی کڑے کفا تو کفا سنا تو سا والا ہمیں دگ نہیں میں بہت گناہ ہے ہاں ਜਿਵੇਂ ਆਦੁੱਲਾਮ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਆਦੁੱਲਾਮ ਤੋਰਾ ਸਾਹ ਚਲਦੇ ਤਰਾ ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪੜੋ ਸੁਭਾਨ ਤੋਰਾ ਸਾਹ ਤੋਂ ਫਾਤਿਹਾ ਸਾਲਮ ਪੜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੋ ਬਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਲ ਆਦੁੱਲਾਮ ਆਦੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰ ਨਦੀਰ ਅਮਰ ਮੁਰਾਦਪੁਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਦੁੱਲਾਮ ਸਾਰਾ ਚਲਦੇ ਸਾਹ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਤਰਾ ਮਿੰਟ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾ ਬੜਾ ਉਹ متولی آ کیا سونا شیخ بتولہ دی گال ہوں کیا بجے کہ تورا شگیر دے میں کہا کہ انداز حرام میں کہا حرام نہیں تجوید دے خلاف ہے حرام نہیں ویکھ سکتے تجوید دے خلاف کتے تے یہ بات تک مثال تو سائیں میں دگی ننگے کرو اور پیر صاحب موجود میں دگی ننگے کرو کہ قرآن بڑا اوکھا ہے یاد رکھا ہاں اے جڑا پڑھتے کل اللہ وحدہ ولا اللہ وسم یہ غلط ہے قل هو الله احد لله الصمد ایک نون کدے تما سکنے اندا کہہ دے اگر اے پڑھ تے ٹھیک ہے اے بندہ ہادن اللہ دین اللہ الصمد اے گل غلط اے بلا قل هو الله احد ٹھیک ہے اللہ الصمد ٹھیک ہے
لم یلد ولم یولد ٹھیک ہے ولم یکن لہ کفوا احد ٹھیک صدق اللہ العظیم